العزيز التقي النائب الثاني رئيس مجلس البلدي لمدينة الداخلة. في هذا اليوم كانت الدورة الجلسة الثانية للدورة العادية لأكتوبر بالنسبة للمجلس البلدي، وبحمد الله لقد تمت المصادقة على اللجان حسب جدول الأعمال المعلن عليه في الجلسة السالفة، في الجلسة الأولى من الدورة الأولى لأكتوبر. وهذا اليوم الحمد لله تمت المصادقة على اللجان التالية. بالنسبة للجنة الميزانية والشؤون المالية، تمت المصادقة على خمسة الأعضاء في اللجنة، يترأس هذه اللجنة محمد علي البيهي ونائبه محمد الأمين ديدة. اللجنة الثانية هي لجنة المرافق العمومية والخدمات، لجنة المرافق العمومية والخدمات يترأسها العالمي المدن ونائبه عبد الغني الرماني. بالنسبة للجنة الثالثة، اللجنة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والنسيج الاقتصادي والمهني، يترأسها السيد أحمد معيف ونائبه محمد الزعلي. بالنسبة للجنة الرابعة والتعلق بلجنة التنمية البشرية والتعاون والشراكة والتكوين، تترأسها جميلة الكرد ونائبها عبد اللطيف الحسناوي. وبالنسبة على حسب المادة 46 من القانون من النظام الداخلي، فتم تشكيل هذه اللجان في هذا الإطار هذا. وهناك اللجنة الخامسة تتعلق باللجنة الخاصة بالمعارضة، ولم يتم تشكيل هذه اللجنة لأن المعارضة أبت أن تشكل هذه اللجنة، وهي اللجنة المتعلقة بالأسرة والتضامن والمحافظة على التراث الحساني. كل الأجواء تمت عادية الحمد لله. السير ديال الجلسة كان عادي جدا، كانت هناك نقاط النظام من طرف المعارضة تم الاستماع إليها، وتم إحالتهم على أن الإخبار ديال الجلسة الثانية تم إخبارهم في الجلسة الأولى، وهذا من اللي كاين في القانون الداخلي في النظام الداخلي ديال المجلس، هذا الشيء اللي كاين. بالتالي فإحنا لسنا مجبرين على أن نقدم للسادة أعضاء المجلس استدعاء بالنسبة لهذه الجلسة هذه. يعني كان قدمنا لهم في البداية في الجلسة الأولى الدورة الأولى العادية، قدمنا لهم استدعاء فيها التفاصيل ديال الجلسات بأكملها، وتم تذكيرهم في الجلسة الأولى بأن يوم الثاني من نوفمبر ستتم الجلسة الثانية للمصادقة على اللجان.